الشيء اللي شاغل بالك شريك؟ كيفك سميحو؟ آخر رواق. شو الأوضاع؟ الأوضاع كتير منيحة. المعلم أوف بالسجن، ومجد عم بيحاول يخلص رفيقه بس مو طالع بإيده شيء. وبعدين شو بدك تساوي؟ أنا بعرف شو اللي بدي ساوي بعدين. قلت لك مجد كل همه يساعده الأوس، وهذا اللي بدنا نعتمد عليه هلا. يعني رح يلف ويدور وبعدين بالآخير رح يرجع لعندي، وأكيد رح حاول اتفق معه. طبعا ما بصير أي شيء بدون مقابل، ما هيك؟ طبعا معك حق، بس ما فهمت شو بدك تساوي. رح تشوف بعينك، بس استنى شوي. شو هدول؟ يا سيدي هدول كم صورة لبنوش لما رحنا رحلة آخر مرة. بدك الحقيقة هالبنت حلوة. بنوش؟ أي بنوش. خططنا نروح بهالعطلة وما زبطت. أعطيني لشوف. باي أنت مو قليل بنوب هالبنت، والله خطيرة. مو بس هي الخطيرة، وأبوها خطير كمان. شلون ما فهمت؟ حكى معا لما كنا سوا وما لقيت إلا صفر الكنوز للجوع بعد ما سكر بوش. كتير مخوفة. صح. بيني وبينك أنا كتير بكره البنات اللي بيبقوا، بس وقت شفتها هيك احترق قلبي عليها. إيه ما عاد حق. بفهم منك إنه أبوها كتير قاسي معي. ظني وقعته مظبوط. أبوها لبانة بالمافيا. تحسبا خليني اقوم احط الكاميرا بالسياره احسن ما نضر شيء. الصبر أليس، إذا بتثقي فيني عن جد لا تجيبي سيرة هذا الموضوع لحدا، وخاصة لخالته أقبال. ما بيجوز لازم خبرها. أليس، بس اسمعيني شوي. إذا كنتوا بتثقوا فيني عن جد، أعطوني شوية وقت لحل القصة بطريقتي. ماجد، في شغلات بهالدنيا ما فيك تحلها لوحدك. بس هالمرة، وإذا ما حليتها وما كنت قد، اعملي اللي بدك إياه. إيه طيب، روح اتصرف، وأنا رح أقول للست إقبال خليها تتصرف كمان. أليس، صدقيني القصة مو مستاهلة نكبرها، سوء تفاهم مو بينحل. برأيي الموضوع مو بهالبساطة. مروة، أنت شو بيعرفك؟ أليس، أنت بتعرفيها لأمه، مستحيل تسمعنا. وممكن توقعنا بورطة أكبر. ماشي، موافقة إذا حكيت لي التفاصيل. طيب، بوعدك إني أحكي لك كل شيء بأقرب وقت كمان، بس وعديني إنك ما تقولي لحدا لحتى أنا حل المشكلة. لا تشغلوا بالكم، ماشي؟ طيب، أو شو رح يصير فيه؟ وحياتك لحلا. والله انا ما عملت شيء، ليش انتوا ما عم تصدقوني؟ هلا من شوي اعترفت انك طلعت السياره من الكراج، حاشتك كذب. اوه، شكله الحباب اول مره. والله انا مو حرامي، لا تفوتوني على السجن. ما بدي اسمع صوتك والعياط ما رح يفيدك، احسن ما اوديك على المنفرده. ها بوس ايدكم، طلعوني بلون، والله انا ما دخلني. خير بابا شبه؟ ما فيني شي، بس خليني ارتاح شوي. اخ، معدتي عم توجعني، ماني اكل. يمكن موجوع لانه معدتي فاضية. خلينا نروح على البيت بريح شوي، وبعدين بروح انا وياك على المشفى. يا بابا لشو العناد؟ بعدين معدتك عم توجعك من الجوع، خلينا ناكل شغلة خفيفة بشي مطعم، بلكي لهداك الوقت بتكون بنوش طلعت من المحاضرة. ما بديك تصفي مصرياتك، خلينا نروح البيت. يلا روحي. بابا الله يوفقك. اسمع مني هالمرة. طيب يلا. كنا متوقعين نشوف قيس، قام اجت ليلى. شو القصة؟ اجيت لأنه في موضوع مهم لازم نحكي فيه. شو في؟ سميح، بنصحك تصرف مع لين مثل العالم والناس، وإلا رح انشر كل غسيلك الوسخ. بالله عن جد؟ الآن السبانة عم تهددني، شو صاير؟ عم تعرفي تحكي؟
اسمعي منيح يا بنت، انا ما حدا بيقلي شو ساوي، عم تفهمي؟ سميح، لين بتحبك كتير وبتموت فيك. ايه وشو فيها؟ لا تكوني غيراني منها. بابا اقعد ارتاح شوي لشوف شو في عندهم اكل. ايه طيب. معك بس 5 دقائق. ماشي شكرا. مجد شبك او ثلاثة؟ لا انا رح طلعك من هون، اطمن. انا بعرف انه كله من هذا الحيوان اللي اسمه سمير، رح اتفاهم معه بعدين، بس المهم اني طلعك من هون وبسرعة. هذا اللي كنت خايف انه يصير. اوس، اهم شيء انك ما تبات هون اليوم، لانه اذا ضليت هون رح تكبر القصة اكتر من هيك. بس انا اسمع، هلأ ما ضل عنا وقت كتير، قبل ما تغيب الشمس رح طلعك من هون، بس انا بدي اياك تطمن، اتفقنا؟ مجد مو رايد امي تعرف انه انا هون. لا تشغل بالك. شوفي عشو عم تدوري؟ اسكت سميح، ما تحكي ولا كلمة. بالشوم، يلا قومي يا بنت، هالجو هذا مو قلنا، قومي. خير شبك بابا؟ شو صار؟ شو العالم هاي؟ استغفر الله. سميح يكون بمعلومك أنا ما عم بمزح. على كل حال بشوفك بعدين. على فكرة أنت وحدي مريضة، وكمان عم يخطر لي أني دق الأحسان وخبره على اللي سويتي اليوم. أنت بنوم ما شفتني اليوم سميح. حلوة وعنيدة، بس أنا بعرف شو دواكي. حسابك مو هلا، جايك الدور بعدين. بالأول خليني صفي حساب مجد. ألو سونيا؟ بقى أنا علي صوتك، ماني سمعانتك منيح. أنا وبابا إجينا هلا على المشفى لعندك. إيه معي، كنت رح شوف الدكتور بكري وأسأله عنك. شو بشوفك عنده؟ لا سونيا اسمعي، وقفوا قدام باب الكلية وأنا جاي لعندكم. بانا ما فهمت شو قصدك، نحنا صرنا قراب من المشفى تبعكم. ماشي. ماشي ماشي، المهم لا تطولي. لا يقوم يصير شي مشكلة ولا شي. بابا قالت لي فورا رح تجي. وقالت لي نسبقها نحنا لعند الدكتور وهي بتلحقنا بعدين. بنوش، امتى اجيتي لحتى تروحي؟ انا اجيت لحتى اشوفك حبيبي، بس هلا لازم روح، كتير مستعجله. ابوكي مره تانية؟ اي مالي عارفه شو بده مني، بس هلا لازم روح فورا. ماشي، وانا هلا مشغول مع سميح، المسا بشوفك. ماشي حبيبي، بكره بتصل فيك وبعوضك عن كل شي، وعد. باي باي. زين استني شوي، في شي بدي احكي معك. انا ما عندي اي شي اقوله، ومو حابه اشوف وشك او اسمعك. روقي شوي يا زينة لو سمحتي. ماشي تفضل قول شو عندك. اسمعي، انا بعرف انه الوضع كان بيناتنا متوتر، بعترف اني غلطت باكتر من موقف، بس مو بقصدي. مشكلة الطوق مثلا، وشغلت بها الشاليه تبعنا، واخر موقف صار
وقت اجت لعندك هديك المرة اللي ما بعرفها. يعني عن جد انت ما بتعرفها ابدا؟ لو سمحتي زينة، ممكن ما تعطيني؟ انا بعت الشاليه تبعنا لاشتري لك بيت جديد، وحبيت فاجئك بالخبر بخصوص موضوع الطوق. معك حق، بحقلك تلوميني، ما بعرف كيف بدي اعتذر، بس الموقف اللي صار بالاخر عن جد انا ما دخلني فيه ومالي علاقه فيه. ابنه حبيبتي، انا بكل عمري ما حبيت غيرك ولا فكرت طلع بوحده تانية. قلبي اليك وعيوني ما بيشوفوا غيرك، مو حابب اقول اكتر من هيك. حبيبتي، بالنهاية القرار بيرجع لك اذا كنتي حابة تسامحيني او لا. اوه، هاد الابضاهي المعذب. ألو مجد، خير إن شاء الله؟ أنا ما بسمع صوتك إلا إذا كنت بدك مني شيء، قول لا تكون خجول. وينك سميح؟ ضروري هلأ أشوفك. معنات الحجر بلش يلين، وبهيك حالة دبلوماسية جابت نتيجة. برافو عليك سميح، وينك أنت؟ قاعد بالكافيتيريا، بس لو سمحت لا تتأخر علي لأن اليوم مشغول كتير. الله معك. شكل القبضاي بلش يتنازل شوي شوي يا ابو شريك. برايك انا تصرفت صح لاني ما خبرت الست اقبال؟ ما بعرف، بس بجوز مجد معه حق، بجوز المشكله بسيطه ورح يطلعوا لأوز. والله يا ريت يا مروه. ست اقبال. أليس؟ نعم. شفتي أوس اليوم؟ تليفونه مقفول وانا محتاجته بشغلي. سألتك سؤال، جاوبيني، شفتي اليوم ولا ما شفتي؟ لا اليوم ما شفته أبدا. أصلاً مو الحق عليك، الحق على اللي سألك. محاضرتي رح تبدأ واللابتوب عطلان وأوس ما مبين، وكمل هالنهار الظريف بشوفتكن. أليس؟ معقول هي أمه لأوس؟ منيح والله اللي ما خبرناها بشي. ليش؟ ما شفتي عصبيتها؟ والله لو عرفت لقومت الدنيا فوق راسنا. المهم يوفي مجد بوعده ويساعد أوس بسرعة، لأنه هالمرة رح تقوم الدنيا فوق راسي إذا عرفت إني كسبت عليها. أنا عم اسمعك، قول شو بدك مني. إيش بك؟ ليش مستعجل؟ عود بالأول لنضيفك شاي أو قهوة. سميح، لهون وبس، خليك رجال ولو مرة واحدة. لا تتوقح. سكوت، أنت ما دخلك. إلا حبيبي دخلني ونص. إيه خلاص مجد، أنت بتعرف أنك سرقت لي سيارتي، وهي عملة مو حلوة بنوب، ومع هيك رجعت لك الشنتاي. إيه، وصرت بطل بعيون حبيبتك. ايه احكي شو بدك. اسمع كلامي للآخر احسن لك. انا بظن انه مكتبه هون، تعال نتأكد. شلون بدنا نعرفه اذا ما سأل؟ انت اقعد هون وانا بسألهم. بس ما في حدا هون، اذا بتريد بالله. شو هالبلوة هاي؟ منين طلعوا لي هدول؟ أنا ناقصتهم. بعد هيك. شو قلت؟ هاي هي كل شروطي يا مجد، وانت يا بتوافق يا ما بتوافق. موافق. برافو عليك، هيك بدي اياك. الخوف بيقطع الجوف، ما هيك؟ لو ما دخلت أوس بالقصة كنت بعرف شلون ربيكن. بسيطة. مجد، ما بدها العصبية، والله مو محرزة. يعني ما بتعرف انه ستريس بيعمل مشاكل صحية ونفسية عند الواحد؟ بدك شي مني؟ هاي وافقت على شرطك. لنشوف شو حيساوي. الو، وينك أليس؟ انا بالكافيتيريا، مو وقت هلا، بس تجي بالله. اللي لشوف كم سيارة سرقت حتى جابوك لهون. أنا عم حكيك يا ولد، شبك شو ترشت؟
شكلك جديد هون، بس بكرة بتتعود. معك حق، كل شي بأوله صعب. بتذكر أول مرة فتت فيها لهون؟ كانت وقتها لأني ضربت واحد بسكين، وأنا كنت مثلك فايت بالحيط أول ما أجيت، وضليت طول الوقت عم ببكي. بس بعدين اتعودت، وانت كمان رح تتعود. شغلتك بسيطة. شو هالجاكيت الحلو هاد؟ في معك شي تاني حلو غيره؟ خد هاد الجاكيت، ما فيني اعطيك غيره. هات لشو؟ تقيل والله. لا بقلي؟ يا سلام. لك شفت لي يا شلون قلب مثل القط؟ هلأ بدك تشوف أحلى دراما قدامك. ماجد؟ وهي وصلت بطلة الفيلم. أو شو صار فيه؟ شبك مجد، احكي بقى، رح نموت من خوفنا على أوس. مروة ما عاد في داعي للخوف، الشغلة رح تنحل. اطمنوا، بعد شوي رح يتركوا لأوس ورح نخلص من هالقصة كلها. اف، شو هاد اللي عم يصير معنا؟ ما منخلص من ورطة لنفوت بورطة. يوم بيسرقوا لها شنطيتها لأليس، ويوم بياخدوا لأوس على المخفر. أليس ممكن تجي معي شوي؟ ماجد شو القصة؟ أليس مو بدك تعرفي شلون لقيت لك شنطتك المسروقة؟ بس هذا مو هو المهم هلا. يا ستي هذا هو أصل الموضوع. تعي معي. شريك أنا رح انسحب، السيناريو لإلك هلا. يسلموا ايديك دكتور، شكرا. وين كان مكتبه يا ترى؟ ها ليكو بابا، هي غرفة الدكتور بكري. اشتقنا لك أليس. شكرا أليس. ماجد سميح، شو قلوا علاقة بشنطايتي؟ أنا لهلأ ما فهمت شي. سميح هو اللي يعني هو صاحب الفضل بموضوع الشنطة. شوفي يعني أنا ما كان بودي تعرفي بهيك موضوع، مو مشكلة بصراحة. مجد هو اللي كتير أصر مشان يخبرك. سميح عن جد ما بعرف شو قلك، بس أنا ممنونة. ما في داعي تقولي شي أليس، مو محرزة. برأيي سميح رجل شهم ولازم نشكره. أعلى شو ولو. سميح شكراً كتير. طيب كيف صار الموضوع؟ يعني شو ساويت؟ ما فهمت أليس. هالتفاصيل هي مو مهمة، يعني مجد بيقلك كل شي صار معنا بالتفصيل. سميح بيعرف واحد بالشرطة، وهو يلي تولى الموضوع. ماجد يعني الضابط يلي ساعدنا بالقصة مو صديق أبوك، كذبت عليكي. سميح هو يلي لقى الشنطة. سميح أنا عن جد كتير بتشكرك، وما رح انسالك هالمعروف أبدا. العفو يا أليس، أنا ما عملت شي، رح كون جنبك إمتى ما بدك. يلا عن إذنكم. بنتي يعني مو عيب نجي لهون بدون موعد؟ لا بابا مو عيب ولا شي، نحن رح نستشيره بس، وأنا بحكي معه. أيوة يعطيك العافية. أهلا وسهلا. كان بدنا نشوف الدكتور بكري أتبار. الدكتور بكري مسافر، إذا بتحبي أنا ممكن ساعدكم. ما تذكرتني، نحن التقينا من قبل. إيه وشك مو غريب علي، بس أنا جيت مرة على الكلية وكنت عم دور على أختي، وحضرتك كان بإيدك علبة. طبعا تذكرت.
ايه منيح كتير. انت بتعرف انه اختي طالبة بالكلية، كنت بدي اطلب منك اذا فيك تفحصه لابي لانه كتير تعبان. ها اجت بنتي، هي طالبة عندكم ورح تشرح لك كل شيء. انت متأكد انه طالبة عنا؟ عفوا دكتور. ايه مجد، واضح انه في شيء تاني حابب تقوله. ما ضل عندي شيء اقوله. كنت متوقع انك تجاوب هيك اصلا، لأنك من الأول ما كنت شجاع لتقول إنه سميح هو اللي لاقى الشنطاية. للأسف خيبت ظني فيك. بدي أمشي بعد إذنك. ما رح أمنعك، روح وهذا أحسن شي بتعمله. شو كان صار لو حكيت من الأول؟ ليش يا مجد؟ تبكي مثل النسوان، طوشت لي مخي خلاص بقى. شو هالولدات؟ ايه سميح، يلي بدك يا صار. شو قلت لك؟ انت ما صدقتني حبيبي، كل شي بقوله بصير. ايه حاجتك بقى، هلا فورا بدنا نروح على المخفر لحتى تنفذ وعدك يا سميح بيك وتسحب الشكوى وتطلع أوس من السجن. لا يا، واضح انك عم تخرف لاني ما وعدتك بأي شيء أبدا سميح.